السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. مرحبا بكم في فيديو جديد وتفسير جديد على قناتكم لتفسير الأحلام. رؤية الرحلة في المنام تدل على الخوض في المغامرات التي تكون ممتعة أو شاقة، وذلك على حسب تفاصيل الرؤية. يقول: الرؤية التجهيز لرحلة في المنام تدل على الاستعداد لعمل أو زواج، ومن رأى أنه يجهز لرحلة بحرية في الحلم فهذا يدل على الاستعداد للمغامرة والمجازرة. فيما رؤية الذهاب في رحلة في المنام فتدل على المسؤوليات والأعمال القادمة في المستقبل، أما رؤية الذهاب في رحلة في الباص في المنام فتدل على اتخاذ القرارات الجماعية الصعبة، أما رؤية الذهاب في رحلة مع الأصدقاء في المنام فتدل على الرفق بأحوال أحدهم، أما رؤية الرحلة العائلية في المنام فتدل على التشاركية والتعاون بين أفراد العائلة، فيما رؤية الرحلة المدرسية في المنام تدل على تحقيق الطموحات والأهداف في المستقبل. فيما فوات الرحلة في المنام دليل على خسارة الفرص المهمة في حياة الراعي. الرحلة في المنام للرجل تدل على المسؤوليات ومتاعب الحياة، وإذا رأى الرجل أنه ذاهب في رحلة لوحده في الحلم فهذا يدل على تحمله المسؤوليات العائلية. فيما الرحلة في المنام للعزباء تدل على السعي والمشاق لتحقيق الغايات، وإذا رأت فتاة العزباء أنها تذهب في رحلة مع الحبيب في الحلم فهذا يدل على الزواج القريب بإذن الله. فيما الرحلة في المنام للمتزوجة فتدل على حال معيشتها، وذلك على حسب سياق الرؤية، وإذا رأت المرأة المتزوجة أنها تذهب في رحلة مع صديقاتها في الحلم فهذا يدل على حسن علاقاتها الاجتماعية. فيما الرحلة في المنام للمرأة الحامل فتدل على فترة الحمل ومتاعبها، أما الرحلة في المنام للمطلقة فتدل على أمورها وأحوالها، إذا رأت أنها تذهب في رحلة مع أهلها في الحلم فهذا يدل على العيش معهم وتلقي الدعم منهم في المستقبل. هكذا نكون قد وصلنا إلى نهاية تفسير اليوم. إلى اللقاء في فيديو جديد وتفسير جديد على قناتكم لتفسير الأحلام.